انا رجعت مخصوص قبل ما نشوف التقرير عشان اقول لكم اي ولاد صغيرين ممنوع منعا باتا يشوفوا الحلقه النهارده، وده مش هزار. النهارده ممنوع منعا باتا يكون هناك اقل من 18 سنه بيشوف الحلقه النهارده. ليه مش كاتب للكبار فقط يا احمد ولا بلس 18؟ ويا ريت تكتب للكبار فقط عشان ممكن بلس 18 ما تتفهمش. الحلقه النهارده للكبار فقط، وقبل ما نبتدي برضو عشان احنا ما يقولش ان احنا بننشر الجن وبننشر ال 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 الشيخ محمد متولي شعراوي معانا دلوقتي في اللقاء، ورأيه ان لا يوجد هناك مس من الجن لجسم الانسان. لا يوجد هناك مس من الجن لجسم الانسان. الحاجات اللي بتحصل دي ايه، واللي بيشوفوها ايه، وترجيع الدم اللي هنشوفه قدامنا ده ايه، والمصحف اللي بيولع ايه، وكل ده ايه. حتى لو احنا قمنا بالرقية الشرعية عليهم، الرقية الشرعية دي علاج لكل الناس، العيان واللي مش عيان ايا كان، هنجرب الرقية الشرعية. ما نفعتش الرقية الشرعية يبقى فورا ننقلهم مستشفى لو في مستشفى قبلتهم، ولكن هم خطر جدا على نفسهم. الواحدة فيهم كانت ماسكة إشارة بتخنق نفسها، واحدة تانية كانت هتنط من الشباك، واحدة مسكت السكينة على مامتها. فهم خمس بنات كان من حقهم انهم يتجوزوا ويخلفوا ويعيشوا حياتهم ويعيشوا حياة كريمة واهلهم يرتاحوا، فلازم يخفوا. تعالوا نشوف رأي الشيخ محمد متولي الشعراوي، وبعديه على طول نروح نشوف التقرير. هل يسكن الجان جسد انسان؟ منشور ان هما وفقا للي حضرتك قلت. ايوه، ولكني شاهدت هذا الرجل كذب، يعني يحتال ويسمى. كنت تعالى شوفهم هنا واحنا بنضربهم. بيضرب في النساء ضرب مبرم؟ لا، هنا ضربناهم. هات الزخمة يا ولد اللي هنا اللي بنضربهم به، ويعمل ويغير صوته ويعمل وبتاع، ولما تديله بقى ما تفسير هذا الكلام؟ ما تفسير هذا الكلام؟ تفسير هم دول كل واحده العفاريت مع الرجاله اكثر ولا مع النسوان؟ مع الستات. اه، اشمعنى بقى؟ يعني الشيطان خايف من الرجاله؟ لان الستات هم اللي لهم حيل. نعم. وعايزين بقى يقول لك كذا وعايزين كذا ومش عارف. هو الراجل لو يجي كلام يقول لحسن عيني سيب احسن العفريت تيجي. يعني لما جت هنا جوز هنا في المسجد اهو، وبعدين قالت العفريت اللي عليها انا شفتها انها كدابه، لانها بمجرد ما دخلت باب الجامع راحت متمدده ومرميه بقى، كان يعني على ميعاد مظبوط يعني على بس قمت انا قلت للراجل جوزها كلام بقى، يعني قلت له صح الست دي عندها عفريت، والعفريت بيغير منك عليها، اوعى إيه تقدم لها لا يعورك. قال لي ازاي؟ قلت له والله بيغيرها منك، اسال الولد اهو. بعد اسبوع هي اللي جت قالت العفريت راح مني، لان الراجل ما راحش. المسائل كلها كذب 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 كلها. نعم. ونخلص ايضا فضيله الشيخ من هذا الحديث الشيق الى ان الجان لا يسخر لخدمه انسان. نعم. هل يسخر الجان لخدمه انسان؟ بقول لك الجان اما لا يسخر الا استنى، اما طائع واما عاصي. الطائع ما يجيلكش انت. الطائع شغله مع ربه. انت تقدر تسلط واحد تخير على انه يضرب واحد رصاصه ولا يضربه على عدوك، ما يجيلكش انت. الطائع شغله مع ربه. انت تقدر تسلط واحد تخير على انه يضرب واحد رصاصه ولا يضربه على عدوك، تقدر؟ الراجل الطيب تقدر تسلطه انه يضرب واحد على زعلك؟ ملوش في الكلام ده خالص ابدا. وبقى والشيطان بقى يأتمر بأمرك ده بينه وبينك عداوة. ولذلك هناك الآية صريحة في القرآن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ولذلك لا يموتون بخير أبدا، وتلاقي شكلهم غبي وأولادهم مصابين، واللي أعوى واللي أعمى واللي مكسح، ولا يموتون بخير أبدا، لأنه ظن أنه يستطيع أن يأخذ قوة الجن لتفيده. دول لا، ربك قال وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. اتعبوهم، كان فاهم ان هو هياخد يعني سلاح قوي وياخد الخزن بقى ويجيب له الفلوس ويعمل له ولم يسخر الجن الا لخدمه.
يعني كلام الشيخ محمد ولي الشعراوي ان في ناس اللي احنا بنسميهم مخاوية، اللي هم بيتصلوا بالجن ليعمل سحر الواحد، يأذي واحد والشيخ محمد ولي الشعراوي بيقول ان ربنا قال ان هم متخيلين ان هم اقوياء وان ربنا هيزيدهم رهقا وان هم مش هيموتوا على خير ابدا، ولكن ان الجن يمس الجسم، هو بيقول ان لا، الأسسة رأيهم غير كده، يعني في الكاتدرائية و في تطليع الشياطين من الجسم. لازم بدل ما نحط راسنا في الطين كده ونقول لا مفيش 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 مفيش، لازم نلاقي حل للناس اللي معتقدة ده لو هو غلط كتير، بقى كتير، لان انا لما زعت الحلقة المرة اللي فاتت ناس كتير، انا ممسوس، انا بيطلع لي، انا بقوم بلاقي نفسي متخربش، انا بقوم بلاقي نفسي مقروس، انا بقوم بلاقي نفسي زراق، انا حد بيجي ينام جنبي، انا مش عارفة ايه، طول الوقت كده. وكلهم لما بتجيلهم الحالة نفس الشكل اللي هي عجرفة الايدين والرجلين ونفس التبريئة اللي بتحصل، استعباط صعب صعب، ممكن يبقى مرض نفسي، ممكن. هنجرب القرآن وهنجرب الطب النفسي وهنجرب كل حاجة، ولكن ولما نوصل لحاجة هننصحكم ان كذا، ولكن اللي بيتقال ان ايوه الجن بيسخر لاذيه البني ادمين في السحر وان في ناس بتاخدهم باور، ان يبقى في اتصال بينك وبين الجن، لكن انه يمسك ويتغير صوتك وكده، ان الشيخ محمد صلى الله عليه بيقول ان ده مش حقيقي. يمكن انتوا عندكم تفسير تاني او تالت او رابع للي احنا هنشوفه دلوقتي، ياريت الاسبوع الجاي تقولولي عليه، يعني احنا بعد ما نخلص ده يعني هيبقى فيه ختام، مش هيبقى فيه وقت للتليفونات، لكن الاسبوع الجاي نفتح تليفونات على الهوا يوم الاثنين، ونكون ان شاء الله روحنا بالدكتور مرة تانية وبمقرأ او حد يقوم برقية الشرعية على البنات، ونشوف ايه اللي هيحصل، ولكن انهم يتسابوا كده بدون علاج لا يمكن. مش هعمل زي البرامج اللي جابت الولاد اللي اكلوا الفراخ وقالت اكلي لحوم البشر وسابتهم، لغايه دلوقتي بنعالج فيهم الحمد لله، ان شاء الله باذن الله قريب جدا نوريهم لكم ناس تانية خالص. تعالوا نشوف مع بعض، وما فيش حد صغير اقل من 18 سنه ولا حتى 18، يعني يا ريت الحلقة تبقى فوق ال 21 سنة، من فضلكم من فضلكم من فضلكم. وحتى لو أنا سمعت الشيخ محمد الشعراوي بيقول كده، أنا ما قدرتش أبطل قراية قرآن، ودي مش حاجة غلط، مش حاجة هتزعلوا مني لو أنا كنت بقرأ قرآن في ال، هيقول لك أه كنت بتقرأ قرآن بقى عشان فاهمة إن ده جن، طب أنا مش فاهمة إنه حاجة، أنا بقرأ قرآن أنا حر، عايزة أقرأ قرآن عايزة أقرأ قرآن لأني مش فاهمة إيه اللي بيحصل. ف شوف مع بعض واسمع تفسيركم الاثنين ان شاء الله.